أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم معنا ضيف جديد، الأخ مودي من سوريا. خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي مودي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أخي. أخي مودي، يعني وأنا صرنا زمان ما سجلنا، أظن 3 4 أيام ما سجلنا، ف يعني انت بعد انقطاع، وانا بعتذر منك ومن المشاهدين على يوم السبت. كان المفروض نسجل يوم السبت وعطل فني مني، يعني التأخير، واضطرينا نأجلها لليوم، فانا بعتذر منك ومن المشاهدين. لا عادي، ما في مشكلة، هاي تسلم. معك، كل واحد بصير نبدأ بالأسئلة. انا المشكلة ما عندي مقدمات، انا بدخل عادي بالأسئلة ولا مباشرة. عادي ولا تفضل. أخي مودي، يعني حدثنا اليوم حلقتنا هي عن قصة إلحادك، يعني حدثنا بالبداية بطاقة تعريفية عن نفسك للمشاهدين، تفضل. طيب، أول شيء خليني أعرفك بحالي. أول شيء اسمي مودي الشامي، أنا من مواليد سوريا، عمري 26 سنة. ديانتي السابقة كنت مسلم سني، وحاليا مكان إقامتي أنا مقيم بألمانيا. هاي بالنسبة للمحة عن حياتي. أما إذا بدك تسأل كيف البيئة أو المجتمع اللي كنت عايش فيه، رح أعطيك لمحة عن المجتمع. أنا كنت عايش بأسرة فيك تقول إلى حد ما متدينة، ما بدي أقول لك متشددين، بس متدينين، يعني الطابع الإسلامي موجود بالبيت، يعني الآيات القرآنية معلقة فيك تقول بكل الغرف. عندك صيام رمضان شيء أساسي لكل العيلة، عندك قراءة القرآن فيك تقول معظم العيلة بيقرأ قرآن، الصلاة نفس الشيء، كمان معظمنا كان يصلي. وبحكم مثل ما بتعرف، بحكم انه الدين منورثه وراثه، يعني انا من اول ما ولدت فيك تقول ورثت الدين، ما كان باختياري هالشيء، فاكيد كنت بالمدارس اتعلم الدين الاسلامي، كنت اروح مثل كل هالعالم واقعد اسمع بالصف الاستاذ شو بيحكي عن الدين الاسلامي. طبعا بشكل عام الشخص لما يكون صغير بيزرع براسه الافكار او بيحكوا له الاشياء المجملة بالمدرسة، والواحد لما يكون صغير ما بيكون مدرك كلام صحته أو مصداقيته أو أي شيء. وكنت أتلقى الحكي وأتقبله عادي، يعني ما كنت أفهم، بالعكس كنت كتير أحب ديانتي اللي أنا كنت ولدانة عليها واللي ما كانت باختياري. مع مرور الوقت، هلأ بالبداية ما كنت متدين كتير، بس مع مرور الوقت فيك تقول اتدينت إلى حد ما. صارت وين مرحلة التدين؟ يعني قديش تعمقت بالدين؟ هلا قد ايه تعمقت بالدين؟ قد ما تعمقت بالدين فيك تقول كنت انسان سطحي، يعني رغم كان كل تعمقي بالدين فيك تقول لا افقه شيئا. راح اشارك الخطوات، هي اللي صارت انه تعرفت على رفقات كانوا متدينين، بعتقد انه كمان دينهم كان مثل ديني، انه بس اخذين الدين هو صيام وصلاه والاشياء اللي بنعرفها كلياتنا اللي بيحكوا لنا اياها. فمرقت فتره انه عندي الصلاه لازم تكون بالجامع، الصلوات الخمسه يكونوا بالجامع حصرا، يعني كل يوم اذا بكون طالع مشوار مع رفقاتي او مع اهلي او نطلع زياره عند حدا ويقدم، لازم اترك المشوار كامل او اترك اهلي او اترك الناس اللي زايرهم، اسحب حالي واروح على الجامع اصلي الصلاه. هذاك عن قراءه القران، كمان كان القران على طول اقرا قران، طبعا فيك تقول قراءة بدون فهم، يعني ما كنت دقق، فمشان هيك عم اقول لك اني كنت متدين بس ماني فهمان الدين مزبوط، او كنت اخذه من الطرف الايجابي، يعني اني اخذ الاشياء الايجابية من الدين او الاشياء اللي تعجبني من الدين. انا طبعا بصراحه عندك يعني فيك تقول واستوقفتني هون اربط او شغله. تفضل. ايه تفضل. استوقفتني هون شغله، يعني لما عم تقول لي انه قراءه بدون فهم، في عنا بالحاره نسوان الحاره، فهن لا يقرؤون ولا يكتبون، يعني ما بيعرفوا القراءه والكتابه، فبيمسكوا القران وبتتبعوا تتبيع بالاصبع، والشيخ يفتي لهم انه لهم حسنات لانه بتتبعوا تتبيع بالاصبع، فكاني قرأوا القران. ف
فيعني انا اعزائي يعني مثل ما بقولوا الاقي لك فتوى انك تقرا على الاقل حتى بدون فهم، يعني هم يتبعون التتبع. تفضل. بدي احكي خطوات صارت معي، انه حتى من فتره شخص متدين ومشدد دينيا عم يحكيني بالدين، وقال لي لما جيت ناقشه بقواعد اعرابيه وكذا، قال لي انا بصراحه امي ماني متعلم، ما فيني ناقشك بالقواعد ولا فيني ناقشك كذا. فسكتت، شو بدي ناقش بشخص هو عم يعترف انه انا امي. على العموم لك في لك القصه الاساسيه، فتعمقت بالدين وصرت داوم بالجامع وكل الصلوات واقرا القران وادعي اصحابي اللي مو متدينين اللي انت اوصل له وروحوا معي على الجامع. تعرف الهدايه بتكون غريزه بالواحد انه يدعي الناس، بس لما تروح كل يوم على الجامع وكل يوم تسمع الخطبه والنصائح الشيخ، انه صارت فتره من الفترات اني صحيت شوي على حالي، صرت ما بكذب عليك صرت اتنرفز شوي من الخطبه لما يخطب الشيخ. يعني لما يجي يدعي دعاء يحدد الدعاء فقط للمسلمين، اللهم انصر المسلمين، اللهم اعن المسلمين. طب ما كلياتنا بشر عم نعاني، مثلا شو ذنبهم الاطفال اللي ببلاد ثانيه مثلا جوعانين ما يندعى لهم على سبيل المثال؟ ليش عم تحكر الدعاء عن المسلمين؟ عداك عن الدعوه على الغرب، اللهم انصرنا على الكفار، على الغرب الكافر. انا هون بلشت شوي شوي اني انزعج، بطلت روح الجامع، صار عندي كثير اشارات تعجب واستفهام. هلا ما اخذت كثير بالموضوع، بس اني اكتفيت اني بطلت روح الجامع، استمريت بالصلاة. قديش كان عمرك بهالوقت؟ فيك تقول 10 سنين 12 سنة، مرحلة الابتدائية يعني فيك تقول، يعني وظليتني على الحالة بشكل فيك تقول مسلم معتدل لخلصت دراستي، اني اصلي احيانا اقطع الصلاة، الصوم شيء اساسي عندي ضله لاخر مرحلة متديني. وضليتني هاي كل الحكي كان موجود وانا كنت عايش بسوريا. طبعا بس انتهيت دراسة قررت استقل عن اهلي، عيش برات، اطلع برات سوريا، بحيث انه اكون مستقل فكريا وما كان يكون حدا مأثر علي باي شيء بحياتي، انا اختار حياتي والنمط التفكير والاتجاه اللي بدي اياه. طلعت من سوريا لما انتهيت من دراستي ورحت على بلد خليجي عشت فيه. طبعا اول ما وصلت ضليتني متمسك بالافكار الدينيه اللي عندي، في مثل ما تقول يعني نفس التوجه الديني، نفس صلاتي، نفس صومي، ساوي نفس الاشياء. بس ببدايه الامر اول ما وصلت على الامارات تعرفت على رفيقه، كان رفيقه اللي ملحده اسمها كيتي، كانت كل ما تشوفني بصلي او بصوم تحكي انه ليش انت عم بتصوم؟ لمين عم بتصوم؟ شو اللي مخليك تتأكد إنه دينك صح؟ ليش الصلاة عم بتصلي؟ طبعا كبداية أنا ما كنت أتقبل الحكي، بتعرف إنه الواحد لما يكون مغسول دماغه على صغر ويكبر ما بيتقبل الحكي، كنت أخذه من ناحية سلبية، أقول لا إنه هالإنسان لأنه ملحته بدي يعني ألحد مثله، هالإنسان لأنه حابة تكون كل العالم مثله أو عنده شيء ضد الدين الإسلامي أو ما بده، يعني خلاص نفرت منها وحطيت لها حد مثلا انه لا تفتحي معي موضوع الدين، انا هيك ومقتنعه بحالي هيك، كانت تحترميني. بدايه الشك صار بعد فتره، تعرفت على كان عندي صديق فرنسي، فكنا مره قاعدين وحبيت انصحه بالدين الاسلامي، اكيد بدي اعمل هدايه للناس بحكم كل ما خبرتك من قبل كل واحد مسلم عنده هالفطره لازم ينشر دينه. فكنت قاعد مع الشخص الفرنسي وعم نحكي بموضوع الدين، فقلت خليني انشر الدين، فبلشت بدي احكي له عن الفرق بين الدين الاسلامي والدين المسيحي، شو الاختلافات اللي عندهم وعنا. فبديت بدي احكي له عن قصة يسوع المسيح عنا بالدين الاسلامي كيف، وبتعرف انه عندهم كيف هم. سو بلشت عم احكي له القصة، طبعا انا عم احكي له القصة وبيني وبين حالي ضمنيا وعقلي عم اقول العمى انا ماني مقتنع بالقصه، كيف بدي اقنعه فيها للزلمه انه هاد اللي صار. فبصراحه انا عم احكي القصه وانا مصدوم، انه اول مره بفكر بتفاصيل القصه او انه علموني اياها بصغر بالمدارس، سمعتها من اكثر من شخص، بس ولا مره فكرت فيها بتعمق. فلما جيت اشرحها للشخص لازم اوصلها بالصوره الصح،
فعم احكي له اياها، ماني مقتنع بالقصه بصراحه. فاكتفيت بالموضوع هون وقلت بكفي، ما لازم اشتغل شيء ثاني. هون صار عندي بدايه الشك فيك تقول للموضوع. بعد فتره طلعت قصه داعش. أول ما صاروا داعش يساووا الأحداث، القتل، الرجم، القتل، فيك تقول السبي اللي ما كنت أعرف معنى كلمة سبي. طبعا كنت مثل كل هالعالم أقول داعش لا يمثل الإسلام، لا يمثل الإسلام، ما بعرف شيء، يعني أنا إنسان ما بيعرف شيء. بس مرة من هالمرات خطر لي إنه أسأل أتأكد عن موضوع القتل أو السبي. فيك تقول قلت لازم كل مرة بسمع المواضيع من نظرة إيجابية، قلت خليني هالمرة اسمع من طرف غير إسلامي أو شيء ضد الإسلام، مو ضد الإسلام بس إنه شيء مختلف عن الإسلام، يعني إنه يكون محايد. رجعت عند رفيقتي كيتي اللي هي الملحدة، قلت لها هل يا ترى كان على أيام محمد إنه لما يساووا حروب أو أي شيء يغتصبوا النساء كسبايا؟ طبعا هي ابتسمت وضحكت، عرفتني انه خلص صار عندي الشك بالموضوع. قالت لي ايه، وما حبت تحكي لي عن الموضوع كثير لانه عرفتني انه راح ارجع شكك، يعني اذا بدك تحكي لي الحوار منه انا ما راح اصدق. قالت لي بس في كتاب اسمه انا ومحمد والمسيح، فيك تقراه وتاخذ فكره منيحه عن شو كان يصير من زمان وشو كان يصير ايام محمد والغزوات وكذا. مسكت هالكتاب وفيك تقول كانت الصدمة الكبرى إلي أو المفاجأة. تفاجأت إنه قصة السبايا اللي عم بيسووها داعش هي موجودة، ومو بس موجودة بسيرة النبي، هي موجودة بالقرآن، مثنى وثلاث ورباع وما ملكت إيمانكم، هي ملك اليمين. يعني أنا كنت أقرأ الآية ما كنت افهمها اصلا بالبدايه، ما كان عندي فكره انه هذا كتاب انه مكتوب بالقران هيك. انصدمت بقصه صفيه اللي تم قتل اخوها وابوها وزوجها، وتم كل العشيرة. كل العشيره. انا عقلي ما تقبل الموضوع نهائيا، انه معقول انه لو على فرضية انه في خالق للكون، خلق الكون، معقول تكون هيك رسالته للمخلوقات، وانه عم يحكي للمخلوقات روحوا اغتصبوا؟ طب انه هالمخلوقة هي اللي قتل اهلها كل العيلة، كيف حكون اذا نفس تنام او مع شخص قاتل لاهلها؟ ما قدرت اتقبل الموضوع. اكتشفت انه عدد السبايا او الاشياء ليس بقليل، عدد كبير. هذاك عن التقسيم انه كانوا عم يتقاسمون بين بعض، هذاك عن الاشياء اللي كانوا يقولوا لنا اياها بالمدارس، فتوحات هي فعليا غزوات، انه كانت عبارة عن حروب فيك تقول، يعني انه هن كانوا يسموها غزوات، يعني هن ما يخجلوا منها يقولوا لها غزوات، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة. اوكي بس كانت مصطلح مجمل. انا لما اخذتها وكانوا يعلمونا اياها سواء بالجامعه ولا غيره، وكانوا يقولوا كانوا يدافعوا عن حالهم. بس لما عم اقرا انا اللي لاحظت لا، ما كان الدفاع عن النفس، كانت لا، هن اللي يروحوا عند الناس ويقاتلوا ويحاربوا ينشروا الدين، يا اما بكون معنا ومن ديننا، يا اما بدك تدفع الجزيه. اللي انا لهلا مفهوم الجزيه هاي اذا بدي افتح عليها قصه لحالها قصه ثانيه. فكمان ما تقبلت هالموضوع نهائيا. إضافة عندك عدد الزوجات لمحمد، كان أنا بعتبره المفروض إنه رسول ديانة، هو المفروض يكون القدوة. فلما تطلع إنه عدد الزوجات، أنا بصراحة عن نفسي ما بقدر أعدهم بصراحة، 63 وحدة أنا عن نفسي بصراحة ما بقدر أعدهم. وصلوا، 63 مع السبايا مع الكل، يعني طبعا تقريبا ما 63. بنفس الوقت زوجات، كان عندك كان بالمدارس مثلا يقولوا لنا او الشيوخ الجامع يقولوا انه مثلا محمد كان يعطف على النساء مشان هيك كان يتزوجهم. من طيب نية كنت صدق، بس انه حاليا لما قريت قصة مثلا عائشة، طيب عائشة كان عمرها 9 سنوات لما محمد كان عمره 53 سنة وتم الدخول عليها. طب
حاولت لاقي مبرر للموضوع بصراحة، ما لقيت اي مبرر. ما فيني اقول عنها فقيرة، ولا فيني اقول انه مطلقة بده يستر عليها، ولا فيني اقول اي سبب، ما لقيت. واي كنت اي معلومة عم اقراها عم روح اتاكد منها من مواقع الاسلامية، يعني عم فوت على موقع اسلامي، عم اعمل سيرش على جوجل، عم اسال هون وهون. طبعا ما حدا فيه ينكر هالشيء، كل المعلومات عم لاقيها نفسها، بس عم تكون فيك تقول بصورة مجملة، يعني عم يعطوا مبررات. كملت بهالكتاب وانتقلت لمرحلة الأشياء الثانية، اللي هي فيك تقول كانت صدمة أكبر، أو شيء ما كان ببالي أو بخاطري، إنه القرآن. إنه القرآن اللي بيقول لك خالي من الأخطاء، أو خالي من أو الآيات اللي فيه كلها من كلمات الله أو كذا. طيب لما تقرأ آية وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها النبي، بلا 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 بلا. طيب انه شو الغايه، او شو رساله الله بهالايه للبشر او للبشريه؟ انا حاولت اوصل لرساله، يعني انه كتاب الله او كتاب الخالق المفروض يكون فيه رساله للبشريه كامله، انه تساعد البشريه. بس انا بهالايه هاي ماني ملاقي شيء بيساعد البشريه، انا ملاقي شيء بيساعد محمد او المؤمنات، انه او محمد ينام مع المؤمنات. صراحه عندك كمان الآية اللي بتقول والأرض كيف سطحت والسماء كيف رفعت. طيب هاي ما بدها إنه فتوى، ولا بدها واحد يكون ذكي أو فهمان. أو بالمدارس ونحن أطفال بيعلمونا إنه الأرض كروية مو مسطوحة. بعدين عندك شغلة تانية، إنه ما فينا نقول السماء كيف رفعت، لأنه أول شيء ما في شيء اسمه سماء بالعلم أو بالكون. في شيء اسمه فضاء، يعني ما فيني اجي اقول انه السماء مرفوعه، لانه ما في شيء اسمه سماء فعليا. وهي اي بني ادم بكل سهوله فيه يتاكد من الارض اذا كرويه ولا مسطوحه، ولا اذا في سماء ولا ما في سماء. عندك بسوره البقره بالايه، بسوره البقره بالايه 29 بيقول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. يعني بهالآية عم بيقول إنه انخلقت الأرض، بعدين ساوى السماوات. بعدين عندك سورة النازعات من الآية 27 للآية 30 بيقول أنتم أشد خلقا أم السماء، أو بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. طيب بهالآية اختلف الموضوع، هون صارت السماء أول شيء ساوت، بعدين الأرض. طب صار عندك خلافين، آية عم بيقول الآية الأولى عم بيقول إنه فيها ساوى الأرض بعدين السماء، وبهالآية عم بيقول إنه ساوى السماء بعدين، سوري، ساوى السماء بعدين الأرض. طب صار في اختلاف، فكل هالشكوك حسب والشك. الحشيشة يعني وقتها. فإذا بدي أعدل لك إنه أنا بهالكتاب، وحتى حسب بحثي على الإنترنت، إنه لقيت في كتير أشياء صعب إنه بني آدم عم بيستخدم عقله، عم بيكون حيادي بتفكيره يتقبلها. لأنه مثل ما قلت لك إنه في شيء أشياء غير منطقية، مثلا إنه ديني حلل لك تسبي النساء، ما فيني، ما أنا منطقية بالنسبة إلي. إنه كتاب لازم يكون خالي من الاخطاء يقول لك ان الارض مسطوحه وهي الارض فعليا كرويه، كمان شيء ما من المنطق، ما فيني اتقبله. انا كانسان ما بدي اقول لك عالي التعليم، بس انا كانسان متعلم صعب علي اتقبل انه كتاب عم بيقول لي الارض مسطحه وهي فعليا كرويه. من كل هالاشياء، اضافه للسبايا واضافه لعدد الزوجات واضافه لكل هالامور والاخطاء، وعداك في اخطاء اعرابيه كمان ما بدي عدد هلا، بده الحلقه لحالها. كل هالاشياء صارت عندي الشكوك، وخلص انه انا ايقنت انه بالوقت الحالي انه في شيء غلط. انا ما فيني اعتبره هذا دين سماوي بهالاشياء هاي اللي موجوده فيه نهائيا. فبهالمرحله هون فيك تقول انتقلت من مرحله مسلم لمرحله ربوبي. صرت مؤمن انه الديانات كلها هي ديانات مانا سماوية. بعدين مؤمن فيك تقول بسبب اني لسه ما تنورت اكثر، ففيك تقول اني صرت ربوبي. استمرت مرحلة الربوبية فترة منيحة، بس طلعت اقرا
هالمرة قريت عن الكون، قريت عن تشكل الكون، ستيفن هوكينج. لما الواحد يتنور ويعرف الانفجار العظيم كيف صار والمجرات كيف تكونت، ولما قريت عن نظرية التطور لداروين، الواحد بصير عنده فكرة كيف تشكل الحياة وكيف تشكل الكون، ببطل عنده هالحاجز او انه في شيء قوة خارقة بنت الكون. طب ما خلص، انه صار في علم، في عم بيعرف كل شيء، عم يقدر يحدد لك كل شيء. من هاي النقطة فيك تقول وصلت لمرحلة الإلحاد، أو إني في قول إني صرت ملحد، لأنه خلص تقريبا فيك تقول الإشارات الاستفهام اللي كانت عندي كلها تقريبا بالقراية والتدوير والمراجع. يعني كنت أرجع لمراجع حتى المواقع الإسلامية، كنت أي إشارة استفهام قبل ما أترك الدين الإسلامي وقبل ما أعمل أي شيء أرجع أتأكد من معلوماتي. فلهالمرحلة فيك تقول صرت ملحد. برافو برافو، يعني صراحة أنا أحييك على بحثك، على يعني العقل الباحث. يعني مثل ما قلت أنت بصراحة، وأنا كررت المسألة كثير أخي جودي، إنه بيجونا الموحدين بيقولوا إنه المسلم ما ممكن إقناعه، ومثل ما قلت أنت، يعني أنت لما جيت تدافع ومفكر انه البنت صديقتك كيتي بدها يعني تضحك عليك سريك مثله ولا من هالشي، بلشت تدافع يعني، وكنت انت بوقتها يعني متمسك بدينك. فبعد البحث بعد التفكير الانسان اكيد بده يختار الصح، يعني بده يختار الشيء الصح. فانا احييك على هذا، وكل الموجودين المسلمين الموجودين حاليا على الفيسبوك وعم بيحاربونا، صدقوني رح يجي يوم قريب تكونوا انتم ملحدين وانتم تدافعوا عن الالحاد بذاتكم. على فكرة، على بس تعقيبا على كلامك بلا تفضل. مقطوع، أنا ولا بحياتي كان خاطر لي إنه يجي يوم يكون ملحد ومقتنع بفكرة الإلحاد 100%، ولا كنت متوقع نهائيا إني أوصل لهالمرحلة. بالعكس، كنت متمسك بديني وكنت متمسك بتقاليد ديني وكل شيء، بس الواحد العلم، نعم، القراية، العقل الواحد لما يشتغل. يعني فيك تقول السبب الأساسي اللي خلاني ألحد هو تعمقي بديني. يعني لما تعمقت بالدين وصرت اقرا السيره النبويه واقرا شو صار بالماضي والقران ومعانيه والايات وامشي ودور هون صار عندي الشك، وهون صار عندي البحث، وهون صارت عندي المعرفه. بعدين لما انطلقت لمرحله تكون الكون والانسان وكذا، وتقرا لعلماء كبار، الواحد بصير عنده فكره كافيه، ببطل في إشارة استفهام. ما في داعي إنه كل ما يصير شيء نرميه على قوة خارقة مثل ما بيقولوا. لا، ما بحاجة قوة على خارقة ليكون سوبرمان، على بالضبط، سوبرمان. ما في داعي يكون في. أعزائي المشاهدين أصدقائي، يعني في بشان موضوع الأسئلة، إذا بتريدوا تسألوا أي أسئلة على صفحتنا بالفيسبوك، لينك البث المباشر نحن هلا عم نشتغل عليه، يعني بس على التعليقات إذا في عندكم أي أسئلة ممكن تسألونا إياها. طب أخي مودي، أنت حاولت تعلن إلحادك بشكل ما، يعني بوقت وصلت لمرحلة القناعة الكاملة إنه الدين خرافة وكلها غلبيات، واقتنعت مسألة الإلحاد علميا طبعا، أكيد أنا اللي استنبطته إنك اقتنعت علميا، هل حاولت إنك تعلن إلحادك؟ تفضل. بداية لا، مرحلة الإلحاد اللي أنا فيها حاليا واللي أنا أكيد بفتخر إني وصلت لها عن حلم، ما وصلت لها عن غيرة أو إني وصلت لها. بس معلش بدي أحط خط على جملة. هلا في بعض المسلمين بيقولوا لا، أنت مثلا قررت تصير ملحد لتساوي كل المحرمات. طيب إنه سوري، أنا كنت أساوي المحرمات كلهم بدون ما اغير ديني. يعني انا قبل ما اغير ديني باخر فتره، حتى وانا مسلم وكنت اقول للعالم انا مسلم، كنت اعمل كل شيء، اعمل السبعه وزمته مثل ما بقول، يعني اعمل كل المحرمات. إذا ما كنت ارتكبتم المعاصي فاستتروا، يعني سهلة. بالضبط انه كان فيني اعمل كل شيء وضمني على ديانتي لو اني مقتنع فيها. ما هي النقطه، انك انت لما كنت مقتنع بديانتي ما بحياتي كنت ساوي كل المعاصي مثل ما قلت واستتر فيها، لاني كنت بهذاك الوقت مقتنع بديني. بس انه خلاص لما ما اقتنعت بشيء ثاني واقتنعت انه الدين هو ما هو صح الي او انه وين كان، لا اكيد انا ملحد. حاولت اجهر بالحادي طبعا، هذا بشكل عام كل العالم
هلا ما كان فيك تقول شيء اول بالبدايه، ما كان بشكل رسمي، بس الكل كان يعرفني اني بعيد عن الدين، ما بآمن بالدين، كان يعرف. هلا ما كنت اقول انه انا ملحد بشكل مباشر، بس كله كان يعرفني انه انا بلا دين، يعني فيك تقول بلا دين، هيك كانوا يعتبروني بالبدايه. واي حدا يسالني انت ما بتآمن اقول له انا لا ما بآمن، هيك كانت يعني. انه بالعكس، انه لما حدا بيجي يناقشني بهالموضوع بالعكس انا ما بفتخر فيه، لانه قريت ثقفت ما عن جهل. قديش صار لك ملحد مودي بالضبط؟ التاريخ اللي يعني اذا قلنا 6 شهور، سنة، سنتين، ثلاثة. فعليا ما هي المشكله انه صارت تدريجيا، يعني من مرحله الربوبيه. هلا فيني اقول لك من مرحله الربوبيه، من مرحله الربوبيه فيك تقول من 3 سنين لهلا هي الالحاد صارت مع الربوبيه، ما فيني افصل عن بعض. يعني حتى لما كنت ربوبي معظم الايام، معظم الاحيان عم شك بوجود الخالق، معظم الاوقات فكره الخالق كانت ما عم تقنعني انه كمان انه خالق يكون يخلق الكون كامل ويترك المخلوقات بدون اي شيء، ما كنت عم اتقبلها. يعني ناس عم بتموت، ناس عم بتجوع، ناس يعني نحن كبشر لما عم نصنع سيارة ولا عم نصنع موبايل عم نهتم فيه، عم نشوف خربت عم نصلحها، ما بالك إذا في موجود خالق مستحيل كمان يخلق كون ويتركه على عماه. فكان حتى لما كنت مرحلة الربوبية كان عندي هالفكر إني ما عم أقدر، بس بحكم إنه كان عندي إشارات استفهام ما كنت عارفان بقصة الانفجار العظيم، ولا كنت عارفان بقصص نظرية داروين ولا كذا، ما كنت متعمق فيهم، عشان هيك كنت بمرحلة الربوبية. بس مع القراية والأسئلة والبحث الواحد بيوصل للفكرة اللي بده إياها. في طيب مودي، هل يعني انا في اسئله ما يضمن الاسئله اللي بعثت لك اياها يعني، بس اكيد يعني تكون جيده للحلقه يعني. هلا بالنسبه لك كشخص مودي حاليا وشخص مودي وقت كنت مسلم، شو الفوارق؟ شو صار يعني؟ شو اللي صار في داخلك، بنفسيتك، بتفكيرك؟ شو الفارق صار بين المودي اللي كان مسلم ومودي هلا الملحد؟ إذا بتقدر تعطينا المفارقة بين فرق المعرفة. شاسع. هلا فرق كبير. اول شيء بالبدايه انه اول شيء حاليا فيك تقول عقلي تحرر، اني صار فيني افكر برياحه، صار فيني بدايه لما كنت بدي افكر باي شيء يقولوا لي لا حرام ما بصير تفكر بهالشيء، ما بصير، هذا تطاول، هذا التفكير غلط. بدايه هلا بفكر بحريه، راح احكي لك بهالنقاط بعدين قصه التطاول والتفكير الحر. بداية انه ماني مضطر اني اساوي اشياء مغسولة دماغي فيها. يعني بالبداية كنت مثل ما قلت لك انه مثل شخص مسيء، انه عندي قوانين انه عم تتدخل فيني بدق تفاصيل حياتي، يعني غرفة نومي عم تتدخل فيني، اللي كمان العقل البني ادم ما بيتقبلها هالشيء. كمان خالق لكون عم يتدخل فيك بغرفة نومك، ففيك هذا الخالق الصحراوي للأسف. ما هي هون النقطة. تفضل. طيب يعني هلا في انت خلصت من مرحلة الخرافة هي وتأكدت بنفسك، مثلا ذكرت لي قصة صفية وقصة عائشة، شو بتقول للمسلم هلا المؤمن يعني انه نبي يقتل مجموعة كاملة من الناس وثم يزني ببنات العائلة هاي، هالمجموعة من الناس، ويسبيهم ويبيع منهم ويوزع على أصدقائه منهم، وبهالطفلة هاي مثلا، يعني شو بتقول للمسلم بهالأشياء هاي؟ تفضل. أنا على تاريخ اليوم، قبل ما أقول لك شو بدي أقول لأي مسلم، لتاريخ اليوم لما حدا يفتح معي الدين الإسلامي ويناقشني بالموضوع أحكي له هالقصص، لتاريخ اليوم ما عم أوصل لإجابات من المؤمنين. لتاريخ اليوم في منهم لتاريخ اليوم عم بيبرروا المواقف، ماني شايف أي تبرير لموضوع لزواج عائشة 9 سنين، أنا ماني شايف أي مبرر نهائيا. وفي عندك في كمان آية نزلت بتحلل الزواج مرت ابنه بالتبني زيد،
طيب كمان هي لحالها قصة، وقت تحرم التبني كامل من وراء هالقصة، لحتى ما بدي فوت بتفاصيلها كمان كيف صارت وكيف دخل محمد على القصة، كيف صارت انه كتير اشياء انه لهلا عم بيدافعوا، او انه طبعا في هالقصص ما صارت. مع العلم انه اذا بتروح على موقع اسلامي مع الدين الاسلامي وبتسألهم القصة، أو بتسأل، ما ضروري تسألهم القصة بس تسألهم اسم الشخصية، ما رح ينكروا وجودها، ولا رح ينكروا لك إنه كانت جارية، ولا كانت مرت ابن النبي بالتبني، ولا أي شيء، ما رح ينكروا هالشيء نهائيا. فعلى القليل لما تسمعوا، أنا بدي أطلب منهم اللي عم يشاهدوني والمتدينين والمؤمنين وحتى المسيحيين، أي واحد تسمع من ملحد او من اي مكان شيء بشككك بدينك او بيحكي لك شيء سلبي على دينك، شوف اقرا اسال، مو غلط. يعني انا احد الناس اللي كان معمي على قلبي وكنت عم دافع بدون ما اقرا. يعني الواحد بيسال، الواحد للأسف عندك الانترنت موجود، يعني اذا انت خجلان تسال شيخ بموضوع سري ولا بموضوع كذا، في عندك انترنت بكل بساطة، بتكتب السؤال على جوجل بيطلع لك 100 موقع اسلامي فيك تسأل عليه. في كتير اشياء، في ناس بيقولوا لك ايه هاي القصص كانت على ايام من ايام محمد، ما في سبي حاليا. طب لما تيجي تقول للشخص شو هو الدين بيتغير مع الزمن، بيقول لك ايه بس حاليا ما عم يتطبق. ايه بس هي موجودة، يعني اذا ما عم تتطبق هذا ما بيعني انه مو موجودة، هذا ما بيعني انه ما ملكت ايمانكم مكتوبة واضحة بالقرآن، وهذا وهم ما بيقدر. يتبجحون انه الدين، هذا الدين صالح لكل زمان ومكان يعني، فلازم السبي والملكات اليمين كله يكون صالح لهالزمان وداعش تفعل هذا الشيء يعني. تفضل. يطبقه داعش منطقيا، اللي عم يطبقه هو داعش. بعدين لما بيكون في دين، الدين لازم يكون متوافق لكافة الأزمان، يعني ما راح يتساوى الدين ويتغير مع مرور الوقت. اساسا القران مو مكتوب انه السبي محلل على ايام قبل 1400 سنه وحاليا ما حدا يساوي. ما هي هون النقطه فيك تقولها، صحيح صحيح. طيب هذه هي أخي مودي، عندي سؤال هون بيقول برأيك شو أهمية إنه الإنسان يجهر بإلحاده؟ يعني هلا أنت قررت تجهر وأنا قررت أجهر وكثيرين من الشباب، وفي شباب متحمسين بصراحة يعني يراسلوني كل يوم تقريبا بدنا نجهر، في منهم متخوفين، في منهم عندهم شوية تردد. برأيك شو أهمية الإجهار بالإلحاد؟ تفضل. اول شيء الموضوع ما بده فخر، ما بده خجل، بده فخر. يعني الواحد لما بده يجهر بالحاد لازم يكون فخور، لانه هو ما الحد لغيره، ولا الحد من وراء علم، الحد من وراء قرايه، الحد من وراء تدوير. بعدين الالحاد بيختلف عن الايمان. الالحاد انا اخترته بارادتي، بعد علمي، بعد تفكيري، بعد بحثي. الدين كان مفروض علي، انا ما بعمل اخترت ديني اصلا. يعني اذا تدور علي انا ما بعمل اخترت الدين، انا ولدت مثلا على الدنيا، بمجرد ما اني نزلت من بطن امي مباشره نحط بهويتي ديانتي، يعني ما انا اخترتها. فالمفروض اللي بيجهر، اهميه الجهر، اول شيء الواحد بيثبت وجوده بالمجتمع، يعني مثل ما هنك الواحد عم يطلع وعم يقول انا مثلا ديانتي مسلمه، ولا انا ديانتي ايا كانت الديانه، عم بجاهر بدينه وعم يفتخر بدينه. كمان نحن من حقنا كل واحد يفتخر بالحاده، لانه نحن اول شيء كمان بالنهايه ما عم لا عم ندعي لا على قتل، ولا عم ندعي لا قتل، ولا لا جلد، ولا لا اي شيء. احنا كل واحد بس عم يحكي، عم يدعي او عم يحكي عن الحاده او قصته او الاخطاء اللي شايفينها او الاشياء اللي ناس مو مدققه فيها ومنتبهه عليها. فالمفروض انه كل واحد ما لازم يخاف، بالعكس لازم كل واحد يكون فخور بحاله ويطلع ويحكي. هالشيء مو غلط، بالعكس بالضبط. المعرفة اللي انت شفتها والأغلاط اللي انت شفتها المفروض تطلع تفرجيها للعالم، مشان اللي صحيح. غيرك مو ينتبه، اللي غيرك مو ينتبه على القصص. يعني انا لو ما شفت، قلت لك مثل الكتب اللي ما قريتها للملحدين او ايا كانت ديانتهم على الانترنت والاخطاء اللي شفتها، لو ما طالعين وقايلين انا ما انتبهت على التفاصيل، كانت ظلت لي نقط سوداء. يعني
كان ضلتني على ما انا صحيح. ضلتني مؤمن لو ما سمعت الاختلاف، سمعت الطرف الاخر. أكيد أكيد كنت هلا عم تحاربني، يعني كنت عم تقول كان ما هذا اول الفاس محارب البعيد. اكيد انا ما بنكر، انا كان اول المحاربين لك بصراحة، وكان اول المبلغين عن صفحتك. كنت سويا من يعني بصراحة مثل ما قال أخ مودي، يعني ما في شيء نخجل منه. نحن عندنا العلم، نحن عندنا العقل، يعني هن عندهم الخرافة، فلازم يخجل هن، لازم يوطي راسه هن. نحن بنرفع راسنا، نحن عندنا العلم، نحن فكرنا وبحثنا وشفنا ودققنا، وما قبلنا الخرافة هيك عن يلا مقدس امشي. لا، هذا حكي كله غلط. تفضل اخي. نحن اتليست عم نحكي على علم موجود بزمننا حاليا بال2016، بمعلومات وصلنا لها حاليا، ببحث باشياء، ما عم نحكي على اشياء صارت قبل 2000 سنه ولا 1400 سنه، ولا عم نحكي على اشياء موجوده حاليا بالزمن هذا، على علم مثل ما قلت، مو على اشياء جدي ولا ستي قالوا لي اياها. كمان واحد لما يورثوا العالم معلومات لازم يتاكد من مصداقيتها. انا اذا اجت ستي قالت لي انا شفت مارد او كان على زمانه موارد، ما فيني اجي اصدق، لازم ابحث دور اتاكد، لانه زمن بالضبط. الجاهليه يعني اسمه زمن الجاهليه، فاكيد لازم ادور. بعدين عندك مثلا حاليا نفسهم المؤمنين اللي حاليا عم بيهاجمونا، وحاليا كثير منهم عم بيهاجمني انا، وصلني مسجات منهم. انت هلا اذا اجاك واحد مؤمن، لو كنت دكتور واجاك واحد مؤمن وقال لك عالجني، يا ترى بيقبل يتعالج بكتاب صار له 1400 سنة، كتاب طب صار له 1400 سنة، ولا رح أكيد لا. يطلب آخر تقنية طبية موجودة حاليا بالزمن هذا؟ رح طبعا يقبل، طبعا. رح المريض المؤمن رح يجي عندك ايا كانت ديانته، رح يجي لعندك يقول لك اعطيني احدث تقنية موجودة علمية تعالجني فيها، لانه عم يعتمدوا على العلم بالنهاية. بكل تأكيد. ونحن نفتخر، أنا بشخصي أفتخر إني أدعو للإلحاد. يعني في أوقات مثلا مجاملة مع أصدقاء أقول أن نحن لا ندعو للإلحاد بس نريد نشر أفكارنا. لا، أنا يعني مجاملة كنت أحكي، وأنا أعتذر عن هالمجاملة اللي جاملتها. لا، أنا أدعو للإلحاد وأفتخر إني أدعو للإلحاد. انا مضطر الواحد يجامل بهيك موضوع، مثل ما قلت لك هو فخر اصلا انه كله علم. يعني هلا اي حدا عم بيهاجمنا ماسك العلم بايده، سواء لابتوب ولا موبايل، هذا علم بكل بالنهايه كله. تأكيد، بكل تأكيد، اكيد بكل تأكيد أخي. طيب، في مسلمين، يعني أغلب المسلمين بيرددوا مقولة إنه الإرهاب لا دين له. برأيك هل مقولة صحيحة ولا لا؟ يعني شو رأيك بهالمقولة إنه طيب انا راح الإرهاب لا دين له؟ تفضل. اخلص لك الموضوع تلخيص. طيب هلا لا لا لا، في تلخص، تعمق تعمق تعمق، بالموضوع. طيب ماشي، بس راح اسالك سؤال هلا. طب شخص او دستوري نحط، ما بدي اقول لك دين، عم يجي عم يحكم عليك بالقتل، بالرجم، بالجلد، بالبتر، شو صفه؟ دين محبة وسلام. كل شيء تعذيبه بيخطر على بالك، طب تعتبره سلام؟ يعني رح اعطيك مثال هلا. طب لا، ما له سلام، انا ما فيني اعتبره سلام، سوري. أكيد أكيد ما هو سلام، بس يعني أنا أمازح إنه يعتبروه سلام، إنه يعني هم لا يروا المذابح ولا يروا الذبح والقتل والتدمير هذا، ويجي يشيل كل هذا يتغاضى عنه ويقول دين سلام. أين السلام يا أخي بكل طيب ما طب سؤال هلا، اذا شخص سرق غلط، انا معك اجي معك 100%، نحن صح ملحدين بس بنعرف الصح من الغلط، عنا عقل. اللي سرق غلط، طب انه لما يغلط ليش نحكم عليه بقطع اليد؟ انه هيك العقوبة بتكون قطع يد. اول شيء بعملية قطع اليد انت مو بس عاقبت الشخص، انت دمرت له مستقبله، يعني رح يكون غير قادر يشتغل، مو بس دمرت مستقبله، دمرت مستقبل العيلة كاملة، أخو الحرامي، أم الحرامي، أبو الحرامي، ما حدا رح يتزوج فيهم، ما حدا رح يشتغل فيهم، وعداك إنه دمرت كل حياته. فما فينا نعتبر القتل ولا الرجم ولا الرمي أيا كانت العقوبة، الرمي عن شاهق ولا الرجم، هدول ما
ما فيني اعتبره اشياء مسالمة هو ترهيبية. هو لما تعاقب حرامي عم تعاقب مجتمع كامل، لما عم تقطع ايد شخص عم تعاقب مجتمع كامل، يعني مو بس حتى العيلة، يعني مجتمع كامل عم يتضرر من وراء هالإنسان، صار عالي على المجتمع. اي طبعا 100%. اول شيء انا مثل ما قلت لك دمرت حياته ودمرت حياة اسرته وصار عالي على المجتمع، يعني المجتمع كله راح يبتلي فيه مثل ما تقول. فما انا منطق الغلط نعالجه بغلط، يعني هاي ما انا منطق نهائيا. يعني اذا واحد غلط مو بيجي بغلط بعالج او بعاقبه بغلط ثاني، لا المفروض بشي بصاحب منطق عقلاني. فهون هيك صحيح. هو هو نقطة، لا ما فيني اتقبل هالشيء نهائيا. انا يعني اعالج غلط بغلط او دينا باشياء هذا، هو دينا هي قتل، قتل ذبح رجم بتر جلد، كل هاي الاشياء ما فيني اعتبرها انسانيه. طيب أخي مودي، في سؤال عندي بيقول: برأيك كيف يجب أن يتعاون من حدود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى يوصل صوتهم للمجتمعات وأن يكونوا مؤثرين في مجتمعاتهم؟ تفضل. هلا بشكل عام الوضع عندهم بالشرق الاوسط وبشمال افريقيا ما فينا نقول عنه سهل، بحكم انه كلنا عايشين فيك تقول بيئه مسلمه، بس انه ما في شيء مستحيل. العالم مثل ما بيقولوا صار قريه صغيره، الانترنت موجود، مجموعات كتير خاصه بالالحاد، صفحات كتير خاصه بالالحاد، فيهم يجمعوا مع بعض، فيهم يحكوا مع بعض، فيهم يتواصلوا مع بعض، فيهم يوصلوا صوتهم، فيهم يعملوا نشاطات مع بعضهم، يتفقوا يساووا مشروعات. بكل بساطة يعني ما عاد في شيء مستحيل. يعني لو هالموضوع قبل بمدة من الزمن اوكي ممكن يكون صعب ان الواحد يحكي لمجتمعه انا ملحد او يتعامل مع ناس، ممكن كانت صعبة، بس حاليا صار الواحد سهل يعرف الملحدين حواليه بمجتمعه كيف يترابطوا مع بعض، كيف يساووا أفكار مع بعض، كيف يساووا مشروعات مع بعض. ما عاد في شيء مستحيل، يعني الإنترنت وفر كل شيء. أنا بعتقد الإنترنت هو أسهل وسيلة لكل الملحدين ليكونوا بيد واحدة لحتى يقدروا يعملوا شيء. ممكن يساووا منظمات أو فينا نقول جمعيات باللغة العربية مع بعض، يتفقوا يجمعوا بعض، يعملوا نشاطات، ممكن يساووا كتب، ممكن في كتير اشياء ممكن يعملوها، سواء كانت اونلاين او سواء كانت على ارض الواقع. يعني ما عاد في شيء صعب، بالعكس لما يكونوا ايده الواحد بوصل لنتيجه بيطلع معه أكيد شيء افضل من الواحد يكون لحاله. أكيد. طيب برأيك مودي، يعني برأيك أنت إنه الملحدين واجبهم إنه يحكوا للناس؟ مثلا هلا أنا أقول، أنا أدعو للإلحاد، أنا داعية للإلحاد وأفتخر بهذا. يعني أنا لما أدعو للإلحاد ما أقول ولا تعوا الحدوا واتركوا أديانكم واتركوا اعتقاداتكم، لا، أنا أدعو للإلحاد من منطلق علم. تعوا يا جماعة افهموا العلم. برأيك هل الواجب على الملحد يعني يفهم ناسه أهله المؤمنين بالخرافة هي، إنه يا جماعة نحن ترى عايشين في مستنقع، يعني مستنقع خرب بيتنا بصراحة. يعني برأيك هل هو واجب على الملحد أن يفهم الناس في انحطاطه، ولازم نصحى من هالوهم هذا؟ تفضل. المصيبة إذا ما حكينا رح نضلنا بالمستوى نفسه، ورح يضل المجتمع للأسف بالمستوى، ولازم نوعي، لازم نحكي للعالم. خليني أشرح لك قصة صارت معي من فترة قريبة هون بألمانيا، إنه لأي مرحلة وصلت أو لأي مرحلة الأشياء وصلت معنا. مرة كنا قاعدين ومعي رفقات مسلمين، فتحنا موضوع العلم وفتحنا قصة الكون ونهاية الكون وإنه في مجرة. أنا عم أحكي يعني كان محور الحديث معي، أنا عم أقول إنه في مجرة متوجهة على مجرة درب التبانة ورح تصطدم فينا بعد فترة، والعلماء عم بيلاقوا فكرة إنه يعملوا مركبة فضائية ممكن تسافر فينا، ممكن يعملوا على المريخ. مثل عم أحكي الاقتراحات العلمية، إنه شوف الغرب العلماني كيف عم بيفكر المستقبل البشرية. فطرحت موضوع صغير
عم أقول إنه عم رح مفكرين يساووا مركبة فضائية توصل للكوكب اللي هو كبلر اللي اكتشفوه من فترة قريبة، اللي هو الكوكب المشابه للأرض، ومسافة بعده عن الشمس هي مسافة بعد كوكبنا الأرض عن شمسنا نحن. فعم أقول عم أحكي بشكل عام، عم أقول بس الرحلة رح تكون إنه أسرع مركبة ممكن يخترعها العقل البشري حالياً، رح تاخذ رحلة زمنية من الأرض للكوكب المشابه للأرض اللي هو الكبلر، رح تاخذ ممكن 74 ل 80 سنة. أحد اللي كان موجودين بالجلسة ترك كل ترك كل الموضوع وترك كل التكنولوجيا وترك كل المركبة والسرعة والكذا، واعتبرني أنا عم أتطاول على الخالق وعلى نهاية الكون، ومو أنه أنا اللي بحدد نهاية العالم، ولا أنا بحدد كأن البشرية تهرب من الموت. واحتد النقاش، طيب إذا كل شيء بدنا إنه سوري إذا كل شيء بدنا نحط فيه الدين أو كل شيء بدنا نعتبره تطاول، رح نضلنا عايشين بالخيم. إنه أحد عندنا التطاول بالبنيان بيعتبروه كفر، شو نضل عايشين بخيام؟ ما ظابطة. فالواحد لازم يفتح عقله يتقبل نفكر للمستقبل، مو غلط، أحسن ما نضلنا عايشين زمن آخر العالم مثل ما بيقولوا دول عالم ثالث أو شيء. لازم الواحد صحيح. يفكر، لازم الواحد يتعلم، لازم الواحد يتنور، لازم يعني سواء أنت بدك تضلك متدين مو حابب فكرة الإلحاد أو مو متقبل النظريات أو أيا كانت رأيك، بس لازم تقرأ، لازم تتنور، لازم تتثقف، أحسن ما تضلك إنسان لما يجي حدا يناقشك بموضوع مثل هيك لا تفقه شيء. يعني أنا الشخص لما إجى عم بيناقشني هو لا يفقه شيء من اللي أنا عم أقوله. يعني لما قعدت أحكي بأسماء اللي يمكن أسماء الكواكب ما بيعرفون، فالمفروض الواحد يتنور حتى على الأقلية يكون إنسان عنده شوية معلومات، وإلا رح نضل آخر العالم من كل شيء بأي ناحية. بالضبط، للأسف. يعني للأسف مثل ما ذكرت الأخ هذا اللي احتد النقاش معه بينك وبينه، يعني وصل لألمانيا وشايف كل هالتكنولوجيا حواليه وشايف كل، ولا يفكر إنه كيف الحمار بيطير. يعني من مزايا العقل المسلم، يعني للأسف. طب ما هي تفضل. هلا لو لما الغرب فكروا بطريقه ما بدي اقول لك الحاديه، بدي اقول لك طريقه مثلا علمانيه، ما وصلوا لهالمرحله التطور والتكنولوجيا والحضاره، كان لساتهم بعدنا على الحمار اللي عم تحكي عنهم راكبين وعم يمشوا. لو ما فكروا بسيارات، وانت بتعرف انه اهم الصناعات السيارات كلها والتطور والتكنولوجيا، هي لانه الشخص كان علماني عم يفكر بطريقه علميه. صحيح هذا صحيح. الغلط. واحد أول شيء لازم يحرر عقله، لازم يتنور، لازم يقرأ، لازم يشوف، ولازم يتقبل كل شيء حواليه. هو يعني العقل، يعني هو لازم يفكر، يعني بصراحة يعني لازم يفكر إنه يعني بكفي إنه لو العقل المسلم يفكر بس بوضعه إنه ليش، بما أنكم خير أمة أخرجت للناس، طب ليش ما نكون خير أمة على أرض الواقع؟ يعني بس بالروايات والقصص والشعارات والحكي هذا، يعني ليش بأرض الواقع ما نكون خير أمة؟ ليش مثلا الأمة الإسلامية اللي تتبجحون أنها مليار و600 مليون، ما عندها غير 10 15 جائزة نوبل، يعني وكلها بمجالات أدبية، يعني مجالات أدبية، ما في إذا في 2 3 علمية، ويعني أنا بصراحة ما بذكرهم، بس ما يعني هاي هي ما أكثر. وإسرائيل لحالها اللي عدو عدو عدو، هن كلهم كم مليون نسمة، عندهم فوق ال200 جائزة نوبل في العلوم، يعني في العلوم الفيزياء الطبيعية الاختراعات اللي عندهم، هذاك الاختراعات اللي مسوي. الاختراعات اللي عندهم، يعني للأسف تعتبرون نفسكم خير أمة. خير أمة على شو؟ على شو أنتوا؟ على بالإرهاب يعني، ولا بشحيدة طالعين على أوروبا، طالعين على أوروبا لاجئين تشحدوه عشان يطعموكم ويشربوكم ويحموكم من دينكم اللي يقتلكم، يعني للأسف. والمصيبة الثانية انه بحكم اني عايش مثل ما قلت لك بألمانيا، وأسرتي
اكيد. هي ريت يا ريت تحكي لنا شوي هيك عن هالجو بالألمانيا، لأنه أنا فيني احكي بصراحة موجة الهجرة هي يعني ما حكينا فيها كثير، بما أنك أنت موجودة يعني يا ريت تحكي لنا شوي عنها. ما بدي اعمم بشكل عام على الكل، بس فيني اقول لك المعظم اجى لهون وعم بيهاجم الشعب اللي هون. يعني اجوا لهون ورغم انه الشعوب مانا مسلمة، وانت بتعرف نظرة ما بدي اقول لك الغرب، كل الدول نظرتهم للمسلمين كيف، ورغم الاحداث اللي صارت من فترة، الاغتصاب عندنا بالمانيا بكولين، المسلمين اللي سووا، وعندك الاحداث اللي صارت بفرنسا، وعندك رغم كل هالشيء الابتسامة بعدها على وش الشخص الغربي الالماني ولا ايا كان الجنسية الغربي، وبعدهم بيحترمونا، بيحترموا كل اللاجئين. رغم كل هالاشياء بعدنا للاسف عم يطلعوا عليهم العرب او المسلمين او المؤمنين او وات ايفر كانت التسميه، بعدهم يطلعوا على الغرب على اساس انه كفره، على اساس الى جهنم وبئس المصير. عداك عن الكلام اللي انا بسمعه احيانا، معظم الاحيان انه انا لما اكون ماشي مع حد عربي، للاسف معظم الاحيان خلافات، نقاشات، خناق، معظم الاحيان انا بصراحه بتوتر من هالموضوع، انه تيجي انت على بلد تكون قاعد فيه واستقبلوك ورحبوك وما قصروا معك، سواء من اكل ولا من شرب ولا من سكن ولا من احترام ولا من بسمه، ولا انه عداك انه الشعوب تيجي بتدق علينا باب البيت بتسالوك لازمك شيء، ناقصك شيء، مدارس، كل شيء فتحوا لك، يعني تيجي تقول عنهم كفار ولا تحكي عنهم لجهنم وبئس مصير، ولا احد المرات احد الاشخاص معي بيقول انه كل البنات اللي مو مغطايين اللي مو لابسين حجاب لازم ينحطوت على هالكلمه، المهم سب كلمه عنه انه فلتانين او اخوات ايا كانت التسميه، يعني سب انه مين انت للأسف لا تحكم للأسف عليهم، مين انت لا تحكم عليهم ولا شو عرفك بالنهايه. مو كل شخص اللباس مو هو الاخلاق الشخص، يعني ممكن تلاقي حدا، وانا بعرف ناس وعاشرت ناس مغطايين كليا حتى مع العيون، مو بس نقاب، حتى مع كامل كل شيء، وبيفظعوا بيعملوا السبعة وزمتة وكثير كل شيء بيعملوا. مش طلب الدعارة. عنا بحلب مودي، بس بعد إذنك، عنا بحلب أنا بسنة 99 تقريبا، في دوار كان اسمه دوار الشعار، كانوا يوقفوا نساء مغطيات كاملا، شغلهم الدعارة يعني، كانوا الناس يروحوا يعرفوا إنه هي بتشتغل عاهرة ولابسه من فوق لتحت حجاب مغطى، ما لا في عيون يبين ولا شيء يعني، فكان مثل بيقولوا لباس الشغل يعني له. للاسف يعني هذا واقع من مدينتي يعني. لباس ما خصه. بعدين لاحظ اكبر حالات التحرش هي بالبلاد، بلادنا، ما بدي اقول بلاد اوروبا، بس البلاد ببلادنا، رغم انه الطابع الديني موجود، اكبر حالات تحرش. يعني انا رح اقول عن المانيا، ما بعرف كيف الوضع عندك ولا كذا، يعني احنا عندنا هون اي مكان فيك، وما بدي اقول اي مكان فيه مي، ممكن الشخص يتعرى. رغم كل هالشيء ما بتلاقي حدا بيطلع ولا بيعبرك ولا بيطلع عليك، لا سواء انثى ولا ذكر، ولا حدا بيلتفت عليك، بيعملوا حالهم مو موجودين. عنا ببلادنا اذا بتلاقي وحده لابسه، ما بدي لك عاريه، اذا لابسه تي شيرت مسكن، الحكي بيطلع عليها، التحرشات، بيلحقوها، يمكن بصير وراها مسيره. ف صدقني يا مودي، المشكلة ما باللبس يعني، المشكلة عندنا هلا مثلا، خليني احكي على مدينتي، انا ابن حلب يعني، التحرشات، امرأة تكون ماشية لحالها بدون رجل سوف يتحرشون بها لو كان ابوها الله مثل ما بقولوا يعني لابسة ما هي لابسة، مغطاية ما هي مغطاية، بس مرأة هي أنثى ما بيعرفوا شيء، المهم تكون أنثى خلاص بده يرقد وراها لو أبوها الله يعني، مثل ما بتعبيرنا الحلبي هيك بنحكي يعني، بس تكون لحالها، محجبة غير محجبة، لابسة شروال، لابسة منطوي، لابسة
حجاب بده يتحرشوا فيها، ما في مجال يعني طيب للأسف. الغلط، طب الغلط من وين هون بهالنقطة هاي اللي عم تحكي فيها؟ الغلط من مين؟ الغلط من الشعب المكبوت، من الثقافة النجسة هاي اللي ورثناها بقوة السيف للأسف يعني. قال بيقولوا لك الحلوى المكشوفة بتجيها الذباب. طيب ليش لا يكونوا ذباب؟ ليش لا تكونوا دبان؟ صح ولا لا؟ بشوفوا حالهم دبان لأنه هن حشرات للأسف، طب لأنه هن حشرات بشوفوا حالهم دبان، فكل شيء حلوة. خلينا بالضبط. طب انه لازم الواحد يكون اوعى من هيك، مثل ما قلت، مثل ما تفضلت انت، مثل ما انا قلت لك، اللبس ما بيعبر عن شخصية الشخص. بعدين حرية، حرية الشخص يلبس اللي بده اياه. انت كون عندك اخلاق وما تتحرش او ما تغتصب، خلي الاخلاق عندك، خصوصا انه انت انسان مؤمن، يعني لسه عندك على اساس انه دين وعندك كذا. هاي النقطة. للأسف للأسف القرآن قلب مفهوم الأخلاق رأسا على عقب. طيب أخي مودي، يعني تقريبا وصلنا لآخر الحلقة، بس بدي منك تقيم لنا حملة إجهر، كيف بتشوف، كيف فكرك يعني فيها؟ تفضل. أول شيء كحملة أنا شفتها من فترة ما كنت بعرف فيها، فاجأتني وكتير حبيت الفكرة، يعني كحوارات حتى أنت مالك مقصر فيها، والعالم كتير حبتها وفي ناس تشجعت من وراها، وعم لاحظ عدد اللايكس عم بيزيد بشكل كبير بالصفحة. بنصح اللي شاركوا، أول شيء في ناس أنا بعرفهم وفي ناس تعرفت عليهم، كتير كتير عجبتني حوارات الناس، وكل واحد ما شارك بالحلقة ومتخوف أنا بنصحه يشارك. كلياتنا لازم نكون من هالأسرة، لازم نكون كلياتنا إيد واحدة، كلياتنا عنا هدف واحد، كلياتنا عم ندعو للعلم. نحن عم ندعي للعلم، ما عم ندعي لأي شيء تاني، عم ندعي للعلم، عم ندعي للأخلاق، ما عم ندعي لأي شيء تاني. فبنصح الكل كلياتنا نكون إيد واحدة للي متخوف، والناس اللي عم بتفوت على الصفحة عم بتهاجم. يعني انت قبل ما تهاجموا الصفحة ولا قبل ما تهاجمونا اقروا. طب الحكي اللي عم نقوله نحن، او الاشارات الاستفهام اللي انتم عم بتشوفوها بكلامنا، او الاشياء السلبية اللي عم نحكيها نحن عن دينكم او ديانتكم، دوروا عليها، طحبشوا، نكشوا، شوفوا نحن من وين عم نجيب هالمعلومات، شو صحة معلوماتنا، عنا شيء غلط من المعلومات اللي عم نقولها. يعني انه لاحظت بمعظم الضيوف اللي جبتهم انت وحتى انا، انه لما عم نذكر الايات عم نحكي اي سوره موجوده ورقم الايه، وكل بساطه الواحد فيه يروح يشوفها. وبعدين بالنهايه سواء السيره النبويه ولا القران باللغه العربيه، يعني ما انا محتاج اساسا تفسير من الاساس، ما انا محتاج يجي واحد. يعني انا لما اقرا ايه ما انا محتاج نروح اسال شيخ، لانه واضحه هي عربيه بلغتي العربيه، ماني محتاج اني اروح اخلي واحد يحكي لي معناها بالشيء اللي بيعجبه او اللي يجمل لي معناها من الايات او السيره ولا اي شيء، كله لغه عربيه. يعني لو اني شخص اجنبي اوكي فيني اقول لك ممكن يضيع، او ممكن بحكم انه لما عم يترجم الديانه للغات تانية عم تتغير او عم تتجمل او عم تتاخذ الكلمات بمعنى تاني او بالمعنى المنيح او بالمعنى كذا. حكم انه من فترة كمان كنت عم ناقش شخص ما انه عربي، هو كان افغانستاني مسلم ومتشدد لدينه، وفتحنا موضوع الدين، وكمان نفس الشيء قعدت عم ناقش فيه بموضوع الدين. فتفاجأت انه كل الكلام اللي انا عم اقول له اياه هو ما معه خبره، صحيح. عم بيقول لي لا 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 هذا مو موجود، لا هذا مو صحيح، لا هاي ترجمتها عنا غير. قلت له لا، بدك انت كل شيء عم يترجم لك، بعت لي اياهم. وانا انصدمت انه كل شيء بعت لي اياه مترجم بطريقه مختلفه عن الاصل. للأسف بيترجموا، بيكذبوا بالترجمة كتير، عم تتسرع بالترجمة كتير. وبعدين انا مثل هيك تذكرت النقطه، انه الديانه لما بدها تكون انه الدين ولكافه البشريه، ولما يكون عم تتحدى انه شخص يقدر يساوي مثله، طيب كتاب باللغة العربية، كيف شخص صيني بده يقدر يساوي مثله مثلا؟ شخص هندي ليش هو مضطر بصلاته انه تكون الصلاة، يعني علاقة بينه وبين ربه، ليش مضطر يتعلم لغة جديدة تانية وما ما نفهمها؟
وما له فهمان معناها، وتكون ضمن صلاته التلاوة، بتعرف لازم تكون باللغة العربية حصرا. طب انه ما لازم الدين يكون بهالطريقة هاي. في قلت لك يعني في كتير إشارات استفهام. مشكلة العالم لسه لتاريخ اليوم ما حد عم يفتح، ما حد عم يفتح عقله ويدور ويتأكد من الحقيقة. بس للأسف للأسف كل واحد عم بيدور، لو كل واحد، هلا انا قديت قايل لك نقاط، لو كل واحد دور ورا نقطة من كلامي رح تفتح معه سلسلة شكوك، صحيح وهي يوصل للحقيقة بعدين. لو كل واحد قرا بس عرف نحن كبني آدمين كيف انوجدنا، كيف الكون، كيف الحياة، كيف حتى القصص الدينية اللي أنت ذكرت منها، مثلا الحصان الطائر ولا أيا الحمام كان، الطائر كانت التسمية، ولا في قصص تانية. إنه ما كتير قصص إنه الواحد صعب ما بتدخل العقل بصراحة. يعني قصة السفينة اللي الطوفان غرق كل البشرية، وبعدين رجعت بشرية أسوأ من البشرية اللي قبل. شيء مضحك للأسف، شيء مضحك. قصص صعب العقل يتقبلها نهائيا. بس انه المشكله انه هالقصص اللي انا عم اقول لك اياها، انا احد الناس اللي ما كان بيعرفها، وانا احد الناس لما دريت فيها ودورت عليها بالديانات نفسها، كل دين يعني، انه حتى كافه الديانات انصدمت انه نفس القصه عم اقراها بالديانات السماويه اللي هن النظريه الارضيه، قريتهم بالثلاث ديانات نفس القصة عم بتلاقيها هون ولا هون ولا هون. صح انه مغير فيها شوي بين كل دين ودين، بس نفسها يعني موثقة. انه بتنصدم انه طب معقول، معقول مثلا الواحد انه هالقصص اللي عم نشوفها، انا بصراحة كنت اشوفها بافلام الكرتون، ما بكذب عليك. أو خرافات ألف ليلة وليلة يعني للأسف، يعني القرآن ولا التوراة ولا الإنجيل وهلا هالخزعبلات كلها قصص ألف ليلة وليلة، يعني قصص ألف ليلة وليلة صدقني فيها فائدة، مثلا خلينا نقول حكمة أكثر من هالترهات اللي هي الموجودة بالكتب اللي يسمونها مقدسة للأسف المنجسة. تعرف شيء صدقني، ولما تيجي تناقش اي واحد من اي دين دغري بحكي لك انه هو دينه الصح، رغم انه عد قد ايه في ديانات، ورغم انه هو ما اختار دينه، وبيقول لك انه الديانات الثانيه كلها محرفه وكلها غلط، وبيقول لك انه بصير يتمسخر على الصور تبعهم والدراما الدراما تبعهم وكذا. يعني انا احد الناس بالبلد الخليجي اللي كنت عايش فيه، وكان معي زملاء هندوس، يعني شي بيعبد البقرة وشي بيعبد ما بعرف شو، بيحطوا صور كانوا على الفيسبوك، الآلهة تبعهم، الشي خنزير بجناحات وشي بقرة وشي ما بعرف شو. الفيل يطير عندهم. ايه بيجوك الناس اللي مؤمنين بالديانات السماوية بيقولوا، بتمسخروا عليهم لهذين، بيقول لك شوف إلههم كيف خنزير بجناحات، ولا خنزير ولا عصفور من رأس حصان ولا كذا. طب انت ليش عم تتقبل انك تتمسخر على دين تاني وشايف الصور خزعبلات، ومع انه اذا بتطلع بتدور على دينك ايا كان دينك كان، رح تلاقي انه الا ما يكون عندك احد هالمخلوقات. مثل في مخلوق اللي هو الديناصور، هو المخلوق الوحيد اللي ما انذكر ولا باي كتاب مقدس. لأنه يعني ما كان شايفينه، هن أصلاً كان وصف نظري، يعني وصف كيف يشوفون يرون العالم بعيونهم الطبيعية، فيشوفون الأرض مسطحة، يقولوا مسطحة، في سماء زرقاء، في سماء معناتها يعني الشيء الحي ناس بسيطين. يعني لما هالخرافات، تراكم خرافات وصلت تساوي الأديان للأسف قدسوها ودمرت حياتنا. طيب أخي مودي، أنا يعني وصلنا لنهاية الحلقة وأنا كثير بتشكرك على وجودك معنا. طبعا أصدقائي، يعني أنا بتمنى تشاركونا وبتمنى منكم كل ملحد يعني يتشجع ويجهر، لأنه هذا وقت الإجهار. نحن وقتنا هلا، الشمس عم تطلع والشمس ما بتتأخر عن موعدها، راح تطلع الشمس طالعة. فبتمنى منكم كل ملحد يتشجع ويجي يجهر معنا، وبتمنى من أصدقائنا الملحدين يعني على أول شاركوا الفيديوهات، توصلوا صوتنا للناس، خلي الناس كلها تسمعنا. وبتمنى من كل أصدقائنا التعاون معنا، يعني حتى نحن فيكم نكبر.
أخي مودي شكرا كثير لك، شكرا. وشكرا لكم أصدقائي. تفضل. وانا كثير مبسوط اني كنت معك اليوم، وبالعكس انا كمان بدعي لكل الملحدين يطلعوا ويوصلوا صوتهم، كمان كل واحد فينا بيحكي فكرته، بيحكي لشو وصل. وكنت بتمنى انه يكون وقت الحلقة اطول، كان كنت بتمنى انه يكون انا قلت الوقت عندي، قلت لك من قبل لو عندي وقت اكثر ممكن بحلقات جاية اقدر اشارك معك، يكون عندي قصص كثير، ادلة اكثر ممكن شارك فيها كمان. وبدعي لكل الملحدين كمان يشاركوا معنا ويكون عيلة واحدة، حتى نقدر أكيد أخي، أكيد أكيد نوصل للحقيقة ونوصل للعلم، وكل العالم تكون مثقفة وقارية وعرفان الصح وعرفان الوهم شو هو، وما نكون بآخر العالم، لأنه بعتقد إنه وصلنا بال2016، بعتقد بكفي، ما بكفي. بصير ما بصير يكون جسدنا بال2016 وعقلنا قبله 1400 سنة. أكيد أكيد أكيد. وأنا البرنامج مثل ما بقول لك يعني الباب مفتوح لك ولكل الملحدين، يعني أهلا وسهلا لكل إنسان يريد أن يطرح فكر مهما كان. أنا مستعد أساوي مع كل شخص 10 حلقات، ما عندي مشكلة. يعني الأخ مودي وعد بوعدنا، يعني الأخ مودي أنه يكمل معنا حلقات جاية، وبس يحضرنا موضوع ونحن مستعدين، كنت سلسلة حلقات المواضيع مستعدين ان اقعد هون من الصبح للمساء اتناقش واحاور اخوتنا الملحدين. وخلونا نجهر يا جماعه، بكفي بكفي هالظلم اللي شفناه نحن، ما نخلي هالظلم هذا ياثر على اطفالنا، على احفادنا، ما بدنا الاجيال القادمه تسبنا مثل ما نحن هلا قاعدين يعني عم نقول ليش أجدادنا ما وقفوا بوجه الظلم هذا ووفروا لنا حياة كريمة، حتى عم نتذابح هلا وعم نقتل بعض، والأخ عم بقتل أخوه، يعني الدنيا خربانة عنا بالشرق الأوسط. شعب بلد وحدة، كل واحد بيقول أنا معارضة وأنا موالي وأنا بطيخ وأنا إخوان وأنا علماني، وكله نازل تقتيل ببعضه. شو صاير لكم؟ خلونا نوعى، خلونا نكون رجال قد الموقف. يعني ده مصيبة إنه أولاد الدين الواحد نفسهم عم بيهاجموا بعضهم لأجل اختلاف الطائفة، عم للأسف بيقتلوا بعض. للأسف للأسف يعني. ومع ذلك عميانين ما عم يشوفوا، ما عم يشوفوا. لو ما عميانين ما كان صار فينا هالشيء هذا، بسبب والله علي هالابن الحرام علي وعمر وابو بكر هالمجرمين العصابات هذول، نحن عم نقتل بعضنا، دمرونا، شردونا، ما عفوا فينا شيء. عم نقتل حالنا وعم بيقتلوا بعضهم وخربوا البلاد ودمروا بعض باسم الدين مشان أشخاص عاشوا قبل 2000 مجرمين عاشوا، عصابة كانوا، هذول كانوا عصابة قطاع طرق. إذا بدك تدور على السير الأنبياء كافة للأسف لما يقطعوا الطرق للأسف ويأكلوا يعني. الغنم ويقتلوا الناس شيء طبيعي. صحيح. شكرا لك أخي مودي، وأنا آسف أعزائي يعني انفعلت شوي وطلعت كلمات غصبا عني، يعني أنا آسف كثير، بس صدقوني هي كلها من حرة دمي على بلدي وعلى وطني وعلى أهلي وناسي، يعني للأسف الشديد. صدقوني يعني أنا كثير كثير مجروح من جوا بسبب هالبلاوي هاي اللي شفناها، واللي أهلنا وجيراننا وناسنا عم يشوفوها وعم بتأذوا منها للأسف. على كل حال شكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة. شكرا لك أخي مودي. شكرا شكرا، مع السلامة. شكرا، سلامات، يلا مع السلامة. مع السلامة.